طيب آخر حاجة وصلنا لها في الشكل اللي فات هي الرسمة دي. الرسمة ديت لسه ناقصها حاجات، إيه الحاجات بقى؟ الدايرة اللي هي ديت اللي متفتحة. حلو. طيب أنت لو فاكر أنا كنت باجي بقول لك مثلا عايز ترسم حاجة زي كده بتعمل إيه؟ بتقول لي بدوس مثلا هنا أنا عايز أسكتش على دي وهختار سكتش، مش هختار إيديت سكتش. لو أنا دوست إيديت سكتش فهيجيب لي السكتش اللي أنا رسمت بيه الشكل ده، فانا بدوس سكتش، يعني انا عايز سكتش على السطح ده. وخلي بالك من الشورت كاتس اللي هي انا قلت لك بتدوس كليك يمين، بص يمين دايره فوق سمارت دايمنشن ودوت لاين ودوت ريكتانجولر، يعني بص كليك يمين يمين على طول جت معايا الدايره. فهرسم الدايره فين؟ هرسم الدايره هنا اهو، انا كده رسمت الدايره. طبعا انا لسه ده ازرق فهي اندر ديفايند. انا عايز مثلا الدايره تبقى كام؟ عايزها يا عم تبقى 10. عايز بعد الدايرة عن السنتر يبقى كام؟ نخليها مثلا 44، مش عارف نخليها كام. انت لو خدت بالك انت ممكن تشوف ان السنتر بعيد شوية، هو عشان الشكل مميل عشان نبقى في السيف، او عشان الناس ساعات بتتضايق من الحوار ده وتدوس مسطرة. انا عايز ابص ايه كده على طول، وادي الدايرة بقت فين او النقطة بقت ايه مظبوطة. ادوس على الدايرة دي، وانا كنت داس هنا على السنتر خليها 42 مثلا او 43 44، ماشي 44. هتبص هتلاقيها لسه ازرق، لسه اندر ديفايند. طب امسك كده الدايره شوف ايه اللي ناقصك، الحق الدايره بتتحرك يمين وشمال. طب انا عايز ايه؟ عايز اثبتها صح. طب اعمل ايه؟ خلاص كنترول سنتر هنا مع السنتر، واختار علاقه ايه فيرتيكال، بقت اسود وهنا بقى مكتوب فولي ديفايند. اه انت مش هتشوف حته الفولي ديفايند دي اهي، هنا فولي ديفايند كنت قايل لكم عليها قبل كده بس ما كانتش بتبقى ايه، ما كانتش بتبقى ظاهره. طيب نرجع تاني للي احنا كنا فيه. اوكي طيب بعد كده هنيجي هنا في الفيتشر، وقلنا هنعمل اكسترود كات، وقلنا هنعمل علشان نبقى في السيف سايد لما حاجه تبقى مقطوعه في الشكل كله هنعملها ايه ترو اول، وهندوس ايه اوكي. ادي الشكل كده ايه، الشكل كده اتفتح. هل هنقعد نكرره بقى؟ يعني هل هنكرر ده وده وده وده؟ لا، سوليد ووركس هنا مديك فيتشر رايقه قوي اسمها السيركلر. ايه السيركلر ده؟ هتيجي هنا هتلاقي في اللينير سهم تحت، هو مش كاتب لك السيركلر على طول، مش موجود عندك في البتاع اللي فوق، بس هتلاقي مكتوب اللينير، بس اللينير خط، احنا عايزين على سيركلر على سيركل، فهنختار الايه السيركلر. اول حاجه هنا الدايركشن، يعني بيجي بيقول لك انت عايزها تبقى على حدود ايه، فانا ممكن اختار حواف الدايره. تمام، يعني بص انا لو اخترت الدايره دي فهو هيتكرر بنفس شكل الدايره دي. تمام، مش شرط يبقى على الدايره، لا هو بس هياخد الكيرف بتاع الدايره ديت، ممكن يبقى على ريدياس اقل على ريدياس اعلى، بس على نفس شكل الايه الكيرف ده. او ممكن اعمل ايه، اختار السنتر لاين بتاع الدايره ذات نفسها. طيب هو مش ظاهر، مش مشكله نختار ده دلوقتي اهو. يا عم بص انا بختار خط عشان ما تضربش معاك، عشان في لو اخترت ده كده ممكن تضرب معاك، يعني انت بتختار الخط ده. جميل. عددهم كانوا كام؟ بص هم كانوا عددهم نقول مثلا 12. حلو ماشي 12. مش ظاهرين. طيب سيبك من الحته دي، استنى ممكن يبقى العيب في الاتش. كويس العيب مش في الاتش، هو مش مسمع عشان حاجه. سوري، ايه بقى الحاجه اللي مش مخليها مسمعه؟ اللي انا ما اخترتش اللي انا عايز اكرر ايه، يعني ماشي انا اخترت على حدود ايه مثلا، او هياخد شكل شبه شكل ايه، بس انا ما اخترتش ايه اللي انا عايز اكرره. فهاجي هنا هتدوس كده عشان اعلم، هو هنا بيجي يقول لك الفيتشرز اند الفيسز، الاولى دي يعني الفيتشر، يعني هتلاقي كده شكلها في شكل بص منبثق، ده معنى الفيتشر، يعني زي الاكسترود دي هي عباره عن فيتشر. فهتدوس كده وتختار الايه الجسم بتاعك، او وده اللي انا بحبذه دايما المخفيه بتاعتنا هنا ايه، هتيجي عند السهم دوت وهتختار الايه الاكسترود، عشان ال 3 دي دايما الناس ايه الناس ما بتاخدش بالها منها. طيب انا من شويه قلت لك وانا بختار الدايركشن، قلت لك ممكن اختار الحافه دي او ممكن اختار الاورجن، بس الاورجن مش باين. طب بص بقى انا عرفت اجيب لك الاورجن منين، من هنا اهو، ده كده الاورجن، بمجرد ما بدوس عليه الله مش عايز يظهر، انسوا اللي انا قلته. هنيجي هنا على الدايركشن وهناخد الايه الدايركشن اللي من بره ده. طيب هل اصلا الشكل بتاعي عباره عن كده؟ لا، امال ده كان ايه؟ ده كان فيه ايكوال سبيسز،
بتوين كل اكسترود والتاني. فانا هنا بص هنزل بس هلاقي الايكوال اهي، وادوس ايكوال، قام راحت ايه؟ قام راحت ظبطت اهي. بمجرد ما هدوس اوكي الشكل بتاعي ايه؟ اتفتح اهو، ما بقاش فيه اي ايه؟ ما بقاش فيه اي مشكلة. حاجة بس سريعة كده عايز اقولها لكم، عشان يعني في ناس سألت او شافتها يعني، فعايز اقولها لهم. اللي انا ممكن على طول، انا كنت عايز ارسم دايرة هنا واعمل لها ايه؟ اكسترود، صح؟ عايز اعمل هنا دايرة واعمل لها اكسترود. انا كده مش جوه سكتش، بنبص فوق على اليمين كده، انا كده مش جوه سكتش. هروح على طول واعمل اكسترود كات. بص بيقول لي ايه، اختار المكان اللي انا عايز اعمل عليه. فهروح عامل ايه، اختار المكان اهو، هو ده المكان. هتلاقيه فاتح لي على طول التاب بتاعت السكتش، واروح جايب بقى الايه الدايره واعملها كده، واديها الدايمنشنز وليكن دوت مثلا ايه 10، ودوت كده بايا كان ماشي 44. احط مثلا ريليشن عشان ما يتحركش وليكن فيرتيكال. بص بمجرد ما هدوس صح ايه اللي هيحصل؟ انا كده دوست صح، بس انا لسه جوه السكتش. بمجرد ما اخرج بقى من السكتش ايه اللي هيحصل؟ عمل لي الامر بتاع الايه، الاكسترود، وداني ليه اوتوماتيك. يعني انا كنت ممكن من الاول اختار الفيس وابدا اسكتش عليه، بعد كده اجي هنا واختار الاكسترود، او ممكن اعمل ايه، اختار اللي انا عايز اعمل اكسترود، فهو هيقول لي طب اختار الفيس وارسم السكتش الاول. يعني عارفين العمليه ماشيه ازاي، يا اما اختار الفيس وارسم عليه، وبعد ما ارسم واخلص اروح لامر الفيتشرز وابدا اشتغل، اشوف بقى انا عايز اعمل اكسترود كات ولا عايز اعمل ايه، او على طول هختار امر الاكسترود كات، فهو يقول لي انت عايز ترسم على ايه، فالامر ايه هيبقى متساوي يعني على حسب كل واحد بدماغه. فبمجرد ما انا جيت اخرج هو اوتوماتيك حولني للاكسترود كات اللي انا اساسا كنت عاوزها. فهختار هنا بلايند، هختار قصدي ثرو اول، عشان خاطر ايه ده بيبقى ماشي في الايه في الجسم كله. لو ما فهمتش الحتة دي رجع الفيديو معلش، وإيه وعيدها تاني علشان ساعات بتبقى أسرع يعني. بس الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ في الأسمبلي، هتبقى كل البرتات اللي إحنا رسمناها قبل كده هنبدأ نعمل لها أسمبلي مع بعض. و يعني زي ما كنت بقول لكم، أي طرق تواصل معايا هتلاقوها إيه تحت في الديسكريبشن. شكرا.